كابتن أسامة عرابي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن، ألف ألف مبروك، مبروك لكل جماهير النادي الأهلي طبعا، يعني نلعب عشانهم وعشان نسعدهم، فمبروك نمرة واحد لجمهور النادي الأهلي. بطولة غالية وعزيزة، وإن شاء الله نتوج كمان ببطولة الدوري وبطولة إفريقيا. مبروك لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كل المجلس فرد فرد. مبروك للجهاز الفني بقيادة مستر كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ جماهيرنا العظيمة. ما أنا نمرة واحد قلت جماهيرنا طبعا، كل الجهاز الفني والإداري والطبي وكل العاملين في النادي الأهلي. وطبعا مبروك برضو للعيبة اللي بذلوا جهد كبير جدا طوال ال 120 دقيقة، كفاح كبير في مباراة صعبة مع فرقة مش سهلة، ومرنا في أوقات كتيرة المباراة يعني كنا مغلوبين ثم تعادل، وفي كرات هنا خطر وفي كرات هنا خطر، المباراة صعبة. فمبروك برضو للاعيبة على الجهد اللي بذلوه، وتاني مبروك لجماهيرنا العظيمة الفوز دوت، ودايما إن شاء الله في انتصارات إن شاء الله يعني.